السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ريب عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد النهاردة يا شباب معانا موقع تعدين على عملة البيتكوين الموقع يا شباب بيدينا 200 جيجا هاش عند التسجيل وقال لي ايداع فيه بخمسة دولار بيديك خطة لمدة سنة 12 شهر والحد الادنى للسحب 10000 ساتوشي يا شباب من السهل ان احنا نوصل لها هنا بيقول لك دي خطه بيقول لك اقل حاجه خمسمية جيجا هاش اللي هي بالخمسة دولار يا شباب وعندكم هنا زي ما انتم شايفين كده دي خطه برضو الثانيه هنا بيقول لك سجل واعمل ايداع واسحب دي ثلاث طرق وهنا الخطط اهي يا شباب هنا بيقول لك هتحط المبلغ مثلا هنا اهوت هيقول لك ارباحك هتبقى قد ايه تقدر تودع باي باي وسيله دفع من تشوفهم دلوقتي دي هنا اجهزه التعدين ده شكل الموقع كده يا شباب من الاخر عندكم باير بيتكوين بيتكوين كاش هنيجي لطريقه تسجيل يا شباب في الموقع هنيجي هندوس هنا على سيتينج سيتينج اب هنحط يا شباب هنا اليوزر نيم وهنا الايميل وباسورد وعادة الباسورد وهنا هنحل الكابتشا ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع هنيجي للدخول يا شباب هنرجع تاني ونكلوس لودينج ونحط البريد الالكتروني والباسورد ونحل الكابتشا وبعد كده يا شباب بنعمل تسجيل دخول ده شكل الموقع يا شباب من الداخل زي ما انتم شايفين كده هتلاقي ليك متين جيجا هاش اهو يا شباب وعندك هنا الرصيد بتاعك البالانس بتاعك هتلاقيه هنا طبعا لو انت حابب ان انت تودع في الموقع هتلاقي الارباح بتضاف لك اول باول زي ما انتم شايفين كده لو حبيت ان انت تودع في الموقع بنيجي من هنا الايداع ومن هنا السحب بندوس هنا كده يا شباب بيدخلنا على لوحة اللي فيها الخطط اللي احنا بنودع عن طريقها هنا بيقولك اقل حاجة خمسة دولار بتاخد خمسمية جيجا وعندك ميتين يبقوا سبعمية جيجا يا شباب تمام وهنا الخطة التانية بتبدأ بخمسين دولار بتديك خمسة تلاف جيجا ومتين يبقوا خمسة تلاف ومتين والخطة التالتة يا شباب هنا بميتين دولار بتديك عشرين ألف والخطة الرابعة ب وهنا بخمسمية دولار بتديك خمسين ألف وهكذا يا شباب زي ما انتم شايفين دي كلها الخطط موجودة في الموقع طبعا بتدوس على بتحط هنا المبلغ اقل حاجه طبعا اللي هي خمسه دولار ميتين وخمسين ميتين سته وخمسين لو قلت مثلا خمسميه هيرسلك على ال يعني لو دوسنا هنا كده من خمسميه مثلا خمسميه جيجا هيكتب لك تحت السعر قد ايه وهنا السعر خمسه دولار هندوس هنا كده هيحولنا يا شباب هنا اهوت هيقول لك حط المبلغ او حط وهنا الايميل بتاعك وكل حاجة عنك وبعد كده بتيجي هنا بترسل عن طريق اي محفظة من المحافظ ديت بعد ما ايه بتحط المبلغ بعد كده يا شباب هنيجي من هنا للسحب من هنا او من هنا الايداع وهنا السحب اهو يا شباب هنا بتحط المبلغ اقل حاجة طبعا عشرة اكتب لك اهو عشرة تلاف ساتوشي مبلغ قليل يعني كويس جدا وهنا بتحط عنوان المحفظة بتاعتك وبعد كده المبلغ برضو تاني المبلغ اللي عندك هنا وبعد كده بتعمل ويزد روم بتلاقي الرصيف بينزل لك تحت بعد كده يا شباب عندنا لو انت حابب تسأل اي اسئلة بتيجي من هنا عايز تعرف اي حاجة عن الموقع بتيجي هنا يا شباب عندكم هنا اسئلة اهو كل دي أسئلة تقدروا تعرفوا أي حاجة قبل ما تشتغلوا على الموقع ممكن تترجموا وتقدروا تعرفوا أي حاجة عن الموقع وعندكم رابط الليفرال رابط الإحالات يا شباب من هنا أهو يا شباب رابط الإحالة واكيد بيدعي على الإحالات الإدعاءات الإحالات اللي هي نشطة فقط بعد كده معانا إيه تاني وهنا طبعا تقدر تكلم الدعم من هنا والسيتنج لو عايز تغير كاسورد او اي حاجه في الـ في الاعداد بتاعتك بعد كده نرجع للداشبورد يا شباب داشبورد يا شباب وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك والجديد معانا اشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو اخر ان شاء الله سلام يا شباب